هذه اللعبة ما عليها إقبال، ما أعرف ليه. المهم خلينا نزيد سعرها، نخلي بخمسة. شوف السر يا عيال، شوف السر كيف. 16,000 خسرنا على الدعايات، الماركتينج 15,000 خسرنا عليه. ما شوف عشان كده فلوسي راحت. طب الريسيرش، أوكي بسم الله، خلينا نشوف الريسيرش. هذا الكوني إكسبرس، أوكي. في لعبة أطفال زيادة، حلو. ماجيك توير، هذه حلو مر يا عيال، هذه ماجيك يعني سحر، تنفع مع الخلفية دي مرة. طيب في مطعم جبناه، وشو؟ إيش فيه؟ ليه يحطونه كذا؟ يا عيال في شيء لازم أجربه. سموحي ما عندي فلوس، ما أنا طفران. يا الله هذه قهر، ودي أحطها هنا بس ما لها مكان. اللعبة الجديدة. طيب هنا لازم أقدر أحط لعبة زيادة. مو هذه ولاها كوسترز، هذه واحدة من هذول. وينها؟ 27,000. ها سكريمر هي الجديدة جبناها، ظهر سكريمر. كبرها كبراه، هذه ممكن نحطها نختم فيها المنطقة ذي، خليها آخر لعبة هنا. تطلع شيء جبار، بس كم يبي لها؟ 14,000. يا حبيبي يا حبيبي، كم معنا؟ وش صار على الماركتينج؟ ما خلص لسه؟ لا يكون عاد، شكله خلص الدعاية وعادها من جديد. الله يخرب بيت أبوهم، الله يخرب بيت الدعاية، طفرت به. لا وفي لعبة خربت بعد، يعني خذ لك زهدنا الطفرة. أوكي خلصنا من الدعايات، كويس. تبدأ حين ترجع لي الفلوس إن شاء الله. لأني توهكت بالدعاية مرة. طيب ويت، الدخول كيف؟ غالي ولا رخيص؟ إيش هذا كلوزينج تايم؟ يقفل الساعة 6 المكان؟ لا حبيبي ما تقفل 6، ما تقفل إلا 10، من 8 إلى 10. حلو، أنا بقول بخليها ب 15 وهذه ب 10، الأطفال ب 10 ونجرب. طب مو أطفال، استغفر الله، الستاندرد يعني واحد ب 15، أما عائلة الواحد يصير ب 10، هذا المقصد. أوكي ونجرب نشوف الزبدة. طيب الستاف الفندرز البائعين عندهم الورك لود هاي مره، هاي معناته يبغانا نجيب زياده. ما عندنا ميكانكس يا عيال، عندنا العاب خربانه ما فيها ميكانكس يصلحها. معقوله ما عندي ميكانيك؟ قلك كان معلق الله يلعبوه. طيب اوكي الفندرز هاي، الجانيتر عنده هذا مكروف، ممكن بس انا مبسوط هذا اهم شيء. انترتينرز لازم نحط انترتينرز بعد شوي، بعدين نحطهم. هذا اليوم على طاريهم، تعال انت تعال هنا يا الاميره عند الاطفال، وخلينا نقول لها فري رومنج، لا نقول بس غطي هذه وهذه 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 المناطق ذي كذا تجي. اربع العاب، ايوه صارت اربع العاب. اوكي الشجر ما له داعي. طيب خليهم تغطي، خليها تغطي هالمناطق. حلو يا عيال. حط كابوي هذا، خلينا نحطه في الوسط هنا، نقول يا طويل العمر والسلامه انت تعال. اي نقول ميدل نسميها عشان نعرف بعدين وش اسمها، وقول انت غطي هذه وهذه 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 وهذا، ما ادري وشو هذول الثلاثة أو مدري كم شيء. اوكي تغطيهم كل هذا المجموعة، حلوين. 12 محل، كويس. سيف روستر، نقول انت الحين امسك المدل، ممتاز. طيب هنا المنطقة هذه ما في اي كابوي، ابغى كابوي، هذه كابوي. مسيري تعال يا مسيري هنا، وغطي لي يا طويلة العمر، نسميها منطقة الكوسترز هذه حقت الخرابيط الالعاب، وقول غطي ذي وهذه هذه وهذه وذي. اوكي والحمام معهم مره واحده، ممتاز. سيف روستر هذي هنا ينفع مره، ينفع هنا عند هذه الالعاب الجهه ذي اللي بحطها، بس مو الحين. وش في بعد اقدر احط؟ احط حق الحليب هذا، حط هذه جولبي، جولبي حق هذه العصاير.
ونقول يا قلبي انت يا قلبي خليك ميدل. لا اي ميدل بعد نفس الكابوي يا انف. خل نجيب بندر زياده لان عندنا نكس. بما ان بدات تجيني فلوس خلني احط هنا سكريمر. شوف ايش كبره يا عيال، تطلع شيء اسطوري شيء جبار. نحطها هنا بس ما عندي فلوس، فايش الحل؟ هل اني يعني اتسلف يعني اصبر؟ ودي اتسلف صراحه، ما لي خلق اصبر، ما ودي اصبر. نجي هنا وناخذ 10,000. طبعا هي كذا تكون واجهه الملاهي، الطريق هذا كذا يعني يدخلون يشوفونه في وجههم على طول، يعني يصير العالم تدخل تقول انا ابي العب ذيك اللعبه الجباره الاسطوريه. خلفها كذا شوي، بسم الله. نقول المدخل هنا، المدخل الحين بتشوفون طريقة المدخل. اوكي والاكزت هنا. طيب اول شيء خلينا طريق المخرج. طيب الحين نجي للمدخل. انا اتوقع اللعبة دي راح يصير عليها زحمة بنت لدينا، عشان كذا قبل ما نبدا نشغلها خلينا نحط، ما ادري اقدر زيها ولا لا، ابي ازيد عدد الكارز. ما اقدر اضيف عربات اكثر، قهر والله كان ودي اضيف اكثر. المهم يجي كذا 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 بعدين كذا، هذه ممكن تكون احسن لعبه عندنا صراحه لان اغلاهم فلازم نحط فيها مسار بنكل. يا حبيبي عسرة يا حبيبي عسرة، مقارنة بالألعاب الثانية سرة جبار. طيب الدخول يعطينا عمر السلامة، راح نخليه 19 مع اني المفروض احس بدي اخليه اكثر. خلينا نحط اشياء. طيب هل اقدر ارفع الطريق للجبال كذا؟ حلو، شوف الحركة اللي بسويها، بس سطحها شوي، ممتاز. اوكي هنا بحط شيء بس ما ادري وش احط الى الان، ما ادري وش احط. بيت ساحرة هنا يا عيال، بيطلع اسطوري بيت ساحرة هنا. فكرة قادحة، جاتني فكرة حلوة. ويت نجي هنا، مو عندنا بابين احنا، راح اجي هنا اقول فلات. لا مو كذا، لا تو ماتش تو ماتش. اوكي 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 جرب الحين. اوكي حلو حلو. وات شو تتحرك هذه؟ تدور شكل دائري، خلينا نحطها فوق هنا. ابغى اشوف شلون شكل هذه. اي والله تدور طب خلنا نسوي هذا تيست، لازم نشغلها هذه اول شيء. نقول لهم تيست، وين التيست؟ عشان قبل ما تبدا لازم نسوي لها ستارت تيست عشان يجربونها هل هي شغاله كويس ولا لا. طيب وين الساحرة الثانية؟ هذه وش سالفتها؟ اوكي حط واحدة هنا، هنا تستقبل اللي جايين من القطار. اوكي طبعا لسه اللعبة ما راح تجيب لنا فلوس لان السيناري مره قليل، المفروض نحط هنا تحت اشياء اشجار وكذا. على طريقة خلاص لازم نعدي فيها من تحت، نسيتها مره. اصفر مع البنفسجي مره حلو. هنا وش نحط؟ ودي احط شيء يا عيال، في حركه بسويها بس ان شاء الله انها ما تقفل معي واسحب عليها. ابى احط في كل شجره كذا لمبة، وإن شاء الله إنها ما تكفل معي. خلنا نحط المدخل هذا، نحطه نفسه اللي هناك. لا وشو ذا؟ تو ماتش.
اوكي هذا حلو، مع انه مو نفس الثيم بس انه يمكن احسن شيء موجود. يعني لو صير اللعبة هذه ما عليها طلب ابصيح ابنهبل ابنهبل صدق. اوه ما توقعتها بالقوة النار طلعت قاعدها. اوه بسم الله الله يستر. الحين شغلناها احنا صح؟ يا اوكي في ناس بدأوا يجونها. اوه تو اكسبنسيف يقولون. ويت 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 لا والله ان ارخصها، والله ارخصها. تكفون تعالوا العبوا يا عيال الكل يا عيال الكل 17 طيب بس تعالوا تعالوا. حط كم شجرة زيادة نشوف الشجر يفرق ولا لا. السنة الحين كم؟ 56. طيب لو حطينا مثلا دي هنا يعني قلت الاشجار يعني ما لقيت الا ذي الميتة. تجربة يعني حطيت من كل الشجرة نوع. 57 صارت اوكي زادت شوي. يا عيال شوف الناس قاعدين تجي ما لاحظت، توني لاحظ ناس كثيرة. يوووو بدها تجي زحمة. هلا والله كثر 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 دخان كثر دخان كل مكان يا حبيبي. حط نحطه هنا بينهم. ايوه ابيهم يختنقون. انا ابيهم ليش يتنفسون؟ ما له داعي. ولا دخان هنا في كل مكان وهنا فوق عندهم في الطريق نحط يمدي. يا حبيبي يا حبيبي كل شيء تتخيله ممكن حطيته في المكان ذا. هذا وش ذا؟ خايس. راح اعطيكم يا حبيبي سموكت سموكت زباين سموكت مدخنين تاكلهم يا حبيبي طعم ولا احلى. اوكي السر ما هو ذاك الزحمه بس قاعد يمتري قاعد يمتري. يقولون رخيصه بعد. اوكي 18 رخيصه 18 انت تبونها اغلى صح ولا لا؟ اي صح ذكرت شيء المانجمنت هنا عرفت في شيء عرفته تو. وين سكيورتي ستاف مانجمنت هنا الورك روسترز. لما اقول الكوستر هذه الحين اللي انا سويتهم في الميدل وذي الحين هنا حقت الكوستر راح اعدلها بضيف لهم اللعبه ذي. بقول لهم روحوا عدلوا حتى ذيك اللعبه سووا فيها ازعاج. اوكي اوكي خلينا نضيف لهم واحد ثاني. نضيف الآلي هي الآلي ذا. نقول لك أنت يا أبو الشباب تعال وخلك كوسترز. أوكي أوكي بشكل عام مرة حلو خليت المكان مرة حلو. كيف صار صار 100% الكيو 100% يعني يا حبيبي ما أقول إلا يا حبيبي. لازم أحط هنا شيء محل او شيء كذا صغير. ها اخذت طلعت من خشمي كل شيء جايني قادح يا عيال بط. مكانه مناسب يخرب بيته مكانه مناسب حق يا عيال وش الصدفة ذي حق سحرة بعد. طيب خلينا نحط هنا نار. حط فمه نار لازم. هذا الشخصية كل ما حطيته لازم احط نار فمه. ترى قاعده دهم دهم دهم. اوه دخل عليهم عادي 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 تسكي يا عيال. شوف الدخول كيف قاعده يا عيال. ما ادري يقولون فل خربت الله يقلع ابوها. يقولون فل تو مره فل فللت يعني. ممكن ارفع سعرها. خلنا نحط دعاية في الجوال لمين؟ مور ادولتس تينز. خلنا نجيب التينيجرز والادولتس. افا الستاف ايش فيهم بالستاف؟ الستافس عندي كل شيء كل شيء يستقيلون ليه؟ هذا ش... هذا شيء تمشي كذا ذي حسرانه؟ اي والله حسرانه. ايش فيهم ذول؟
وش سالفتهم يا عيال حسرانين وش سالفتهم مسكت تركبين القطار بتي حسرانة يا حبيبي على زحمتها مرة كثيرة ذي زحمتهم والله مع أنه ممكن الناس يدخلون شوف الطريق كيف زحمة يا عيال كيف الطريق شد مرة كثير خلي أعرض شيء وتعال هنا كذا شيل أم العواميد يا حبيبي ولا علي من أحد مع أني ضار حضرت طريق ثاني ما هذا الطريق اللي بيه هذا ايوه هذا حطه هنا جيب سينري وكراسي يا حبيبي خذ لك احلى وزع هنحطه هنا في الزاويه دي وينه مطاعم لا اله الا الله وش ذا نايس ليش ما اقدر اسوي كذا هنا اوكي انت وخر بدل ما تصير هنا تعال هنا تعال قبل ما افتح المحل هنا شوف السيرة هنا يا عيال كيف زحمة يا حبيبي تعال تعال انت 16 دولار تبي ولا بكيفك هذا تشيف برجر هنا الاسعار اقدر اخليها موحدة فيهم كلهم الحمد لله فهذا اللي بسويه وهنا برضو نفس الشيء كوزميك بخليهم كلهم موحدة الاسعار يعني السعر اللي حطيته هنا يثبت عليهم كلهم العام قاعد تجلس عشان ترتاح بس بحط مظلاتي والله ذكرتني سيناري وين مظلات هذه حط هذه ولا هذه ما تنفع لا يا هذه خايسة ممكن هذه احسن شيء وحط اضاءه صح لازم اضاءه نجي هنا يا طويل العمر السلامه نقول لايتس يا سلام ما فكرت فيها من قبل دي ليش ما ادري حط اللمبه على الطاوله يا وسخين ما شلتوا اكلكم الله يقلع هذا الوجه يعني لا احد يسوي كل زيهم كذا يرمي يترك اكله ويمشي ولا كبيره حلوه انا احس لا وقراصي هنا بعد لا تجي تجي والله تجي ما لي دخل قاعد حلوه كبيره بس حلوه تجي تجي ما عندك مشكله زبده انها طالعه مكان حلو هذا رايك صار ليش فلوسي راحت عشان هذه قاعده تعيد الدعايات الله يسود الوجه الدعايات قاعده تعيد كل شوي سوت يمكن 20 دعايه بس غريبة فلوسي قاعدة تروح مرة ظهر في لعبة خربت عشان كذا طفرت اي والله هذه خربت شوف ما فيها احد الله يقلع ابوها لما تخرب لعبة هذه مصيبة لما تخرب لعبة فجأة يجيك يعني فلوسك تروح واللي اذا خربت لعبتين يوه هذا الحين عليها زحمة فخلنا نرفع سعرها